فانت عندك حاجتين، اسم المصنع واسم المخزن. بالظبط. فاهم؟ طيب؟ اسم الميلاد ده. ولا انا مش عارف انت ايه اللي خليك تقوم وتقف تعمل لي فيها يا عماد حمدي؟ خليك يا ابني انت قاعد وساكت وفي حالك، لما حد يطلب منك حاجه بعملها يا اخي. احنا واخدين مسؤوليات يا طارق. يعني انت عايز اشوف حاجه غلط بتحصل واسكت؟ طب اديك يا حبيبي اتكلمت، خدت ايه بقى؟ انا بقالي 3 شهور بدرس القضيه دي، ما عنديش استعداد مجهود يضيع. وانت مين اصلا اللي قال لك تضيع مجهودك في حاجه زي كده؟ انا مش عارف بس صياد ايه وجو عالم البحار ده؟ ده كلام يتقال قدام اللي هو سامي شهاب الدين يا طارق. ماشي ماشي. غريب. خليني بس اوصل لسيف عبد الرحمن ده واثبت لك ان كل اللي بقوله صح. طب نفترض جدلا ان انت وصلت له، هتعرف منه اي حاجه زي بقى ان شاء الله؟ فليه حاسس على الصور؟ نفسي احط ايدي على اللي بيعمل كده عشان اشفي غليل. هندمه على اليوم اللي اتولد فيه. ولا لو سمحت ما تحاولش تمنعني من ان انا اخد حق موكلي، ده حصل له اعاقه بسبب اللي اتعمل فيه. يا استاذه منعك ايه بس؟ هو انت حد يقدر يمنعك؟ انا بس بحاول اصلح ما بينكم، وبعدين اللي حصل حصل، والرائد مجدي ابدى اعتذاره للراجل، وكمان عنده استعداد يدفع له جميع التعويضات اللي يطلبها. بس الرحمه حلوه. والله دلوقتي الرحمه حلوه، لكن لما موكلي اتعرض للتعذيب وكل حقوقه راحت عليه عشان يغير اقواله، ما كانتش الرحمه حلوه ساعتها. ربنا يجعل الكلام ده خفيف عليها. دي المحاميه بتاعت حقوق الانسان؟ اه يا سيدي، مشيره. بس عزه والله انت اللي عزه، تغور في داهيه. انت عارف انها كانت مخطوبه للنقيب هيثم الشيال وصابوا بعض؟ طبعا لازم يسيبوا بعض، لا رفع عليه قضيه ولا حاجه، ده رفع قضايا على المبنى كله. المفروض تخف علينا اليومين دول، كفايه اللي بيحصل لنا. انا رايك. تهديه يا باشا تجيب لك قرار اي ظابط شغال في اي اداره في 5 دقايق. بنت شاطره بصراحه. عيش. متهور. استاذة مشيرة، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. نقيب طارق غلاب. طبعا يا فندم، غني عن التعريف. ارجو اني ما اكونش خصم في اي قضية ولا حاجة. لا لسه. ربنا يستر ان شاء الله. انا بس كنت محتاج حضرتك يعني تساعدني في حاجة كده لو ينفع. اه طبعا، امر. في ضابط متقاعد انا محتاج اعرف عنه شوية معلومات، ومش عايز الجأ بقى للداخلية، الموضوع هياخد اجراءات وانت فاهمة طبعا، وبيني وبينك الموضوع شخصي مش مستاهل يعني. فلو انت تعرفي او تعرفي حد يعرفه يعني اديكي بياناته. لو اسمه ايه؟ اسمه الرائد سيف عبد الرحمن. سيف عبد الرحمن الكفيف. ايوه. اه طبعا اعرفه كويس، ده من الضباط اللي انا رفع عليهم قضيه. ليه كده؟ هيكون لي يعني عزب متهم عنده، ولو عايز اي تفاصيل انا ممكن اديها لك. عندك عنوانه؟ سيف باشا. نقيب طارق فيصل يا باشا. ازاي سعادتك؟ اهلا بيك. انا اسف طبعا ان انا جيت لسعادتك كده فجاه من غير ميعاد ولا اتصال ولا اي حاجه، بس الحقيقه الموضوع مستعجل قوي وانا محتاج مساعدتك. وبصراحه انا خفت اتصل في التليفون لحسن ترفض تقابلني. ليه بس يا باشا ارفض اقابلك؟ عشان الموضوع غريب قوي يا باشا. انا درست كل القضايا اللي سعادتك اشتغلتها، ومهما حاولت مش هقدر اوصف لسعادتك قد ايه انا معجب بشغلك. متشكر قوي، بس في الاخر يعني خدنا ايه يا سياده النقيب؟ ازاي بقى يا باشا؟ سعادتك خدمت البلد وخدمت الناس. انت شايف كده؟ اكيد طبعا. طب قول لي بقى يا باشا، انا اقدر اخدمك ازاي؟ سعادتك سمعت عن جرائم القتل اللي حصلت خلال الثلاث شهور اللي فاتوا؟ لا. في 3 ضباط اتقتلوا يا باشا. لا ما سمعتش يا باشا، بصراحه مش عايز اسمع. يعني زي ما سيادتك شايف مفيش حاجه في ايدي اقدر اعملها. لا يا باشا تقدر تعمل كتير كمان. أنا بعد إذنك عايز أوريك تفاصيل الموضوع وآخد رأيك فيه. لا يا شيخ. وهتوريني إزاي بقى يا باشا؟ لا طبعًا أنا آسف، مش قصدي بالمعنى ده يعني، أنا أقصد يعني إنه لو سعادتك اطلعت على تفاصيل القضية أكيد هتهتم وأكيد هتبقى مفيد بالنسبة لي. سيادة النقيب أنا سبت الشغل وما عنديش وقت ولا رغبة إن أنا أطلع على أي تفاصيل. ولو سيادتك يعني عايز رأي حد متخصص فعندكم الوزارة بسم الله ما شاء الله مليانة كفاءات. وكلهم هيبقوا مهتمين انهم يخدموك اكتر منهم. على اذنك يا باشا. الموضوع له علاقه بالصياد يا باشا. تقول ايه سعادتك؟ الاسلوب واحد والدوافع واحده. كل حاجه سعادتك بتقول ان هو اكتر واحد مشتبه فيه.
طب معلش يا طارق اسمح لي اشوفك كده. طبعا اتفضل. بص يا طارق، لو خرجت من باب النادي ومشيت على طول في يمين هتلاقي كافيه هناك، الكافيه ده بتاعي. عارفه يا باشا. حلو قوي، اقعد هناك واطلب غدا على حسابي، وانا هوصيهم يعملوا لك كوكتيل هناك هايل اسمه بينا كولادا. الكوكتيل ده هيروق لك اعصابك قوي. انا عارف يا باشا ان الصياد اتقتل. سبحان الله، رجع يقتل تاني. يلا يا عم ابراهيم. ساشا يا باشا، بينا كولادا. Take a fresh look at their business. I learned more from that than I would from reading any kind of textbook. As they escape from the boardroom this weekend on BBC World News. بالشاي يا سيف بيه. شكرا يا ابراهيم. العفو. مش عايز حاجه تاني؟ لا ادخل نام انت خلاص. حاضر. خليك انت نافتح. مساء الخير يا باشا. الشاي يا باشا. شكرا يا عم ابراهيم، متشكر. نضارتك يا سيدي. شكرا. معلش انا اسف، كان لازم اتكلم معاك. تعبني، حالتك صعبه قوي. اتفضل الشاي. انا عارف انك شفت الصياد وهو بيموت وحضرت جنازته. بس برضو الله يرحمه، يعني ممكن يكون ما ماتش وفبرك الموضوع ده عشان يبعد الشبهات عنه. انا قريت القضيه يا باشا وعارف انكم كنتوا خلاص خطوه وتمسكوه. مش ممكن يكون عمل كده عشان يختفي؟ انت ما روحتش من الصبح ولا ايه؟ لا ما روحتش، عديت خدت مراتي ووصلتها وما قدرتش اروح بصراحه لما اجيلك. يعني ما دام مسافره ولا حاجه؟ لا لا، هي بس بتشتغل في مكتبه بتاعه جامعه القاهره، وانا متعود اخدها في سكتي وانا مروح. انا اصلا قابلتها هناك وانا بعمل الماجستير. طيب اشرب الشاي وروح لمراتك وانسى موضوع الصياد ده خالص. انت ليه مش عايز تساعدني؟ انا مش عايز اضيع وقتي ووقتك. الموضوع مش هياخد وقت على فكره. انت قتلت حد قبل كده؟ لا طبعا. ده انت تلاقيك حتى عمرك ما مسكت حرامي غزيل. انت راجل بتاع نظريات وعامل ماجستير وقاعد على مكتب على طول في التكييف، تلاقيك عندك اكونت على الفيسبوك كمان، يعني مالكش في الكلام ده. الله 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 الله، ايه ده يا باشا؟ ده هو انت عامل عني تحريات ولا ايه؟ مش محتاج، انت كتاب مفتوح يا طارق، مش محتاج حتى عينين عشان يتقري. ولو مثلا طلع الصياد عايش صحيح وعرف انك بتدور عليه مش هيبقى كويس علشانك. يعني هو عايش؟ انت بتتلكك يا ابني، انا ما قلتش كده. هو انت ليه مستقل بيا قوي كده؟ بجد؟ طب ما تيجي نتاكد من الموضوع ده. الكرافته اللي انت لابسها دي تمنها اكتر من نص مرتبك، ومع ذلك لابسها وانت جاي تقابل واحد اعمى. ليه؟ عشان انت اصلا غني وعيلتك غنيه، ابوك حد مهم ومعروف، عشان لما جيت تعرفني بنفسك قلت لي ان اسمك طارق فيصل وما رضيتش تكمل الاسم للاخر، عشان الموضوع ده مش مريحك نفسيا. عايز تثبت لنفسك وليا وللعالم كله ان انت كويس عشان انت كفء، مش عشان انت ابن فلان. ودي مش مشكلتك الوحيده مع ابوك، انت ابوك كمان ما كانش موافق على جوازك. نعم. موظفه عاديه في مكتبه جامعه القاهره، شغلانه يعني اللي بيشتغلها بيبقى عايز ياكل عيش، مش عايز يثبت نفسه ولا يحقق طموحه. وبالرغم من انها اتجوزتك وانت راجل غني ما سابتش الشغل، عشان هي مش حاسه بامان، حاسه ان انت وهي مش هتعمروا مع بعض، وخايفه ترجع تحتاج للشغل تاني. وعشان انت بتحبها بجنون لدرجه انك بتوصلها وبتجيبها من الشغل، فاكيد المشكله مش منك انت، المشكله من العيله. البابا والماما كانوا شايفين لك شوفه تانيه، بس انت صممت انك مسيرك في يوم تثبت لهم انهم كانوا غلطانين، زي ما انت مصمم برضه تثبت لزمايلك في الشغل
انك كويس عشان انت كفء مش عشان ابن فلان. انت عندك حاجات كتير قوي عايز تثبتها يا طارق، وحاجات اكتر ممكن تخسرها. انت هدف كبير وواضح لاي مجرم، عشان كده بقى هتشرب الشاي وتروح لمراتك وتدور على حاجه اسهل شويه من موضوع الصياد ده. لا انا انبهرت، لا بجد. بس سؤال يا باشا بعد اذنك، لما انت ذكي قوي كده لدرجه انك جبت قراري في 5 دقايق، ليه تعذب راجل مشتبه فيه عشان يعترف؟ ليه ما عملتش تحريات عن الكرافته بتاعته بدل ما تعمل له عاهه مستديمه وتجيب لنفسك مشاكل؟ عم ابراهيم، تحت امرك، تحت امرك يا سيف بيه. وصل باشا لعربيته. اتفضل يا باشا. خليك يا عم ابراهيم، انا عارف سكتي كويس. موضوع الصياد ده لو اتفتح تاني يتفتح بشكل رسمي، وبخلي حد من رؤسائك يكلمني.